وزير اللورد مايكل بيتس اتأخر عن حضور مجلس اللوردات 5 دقائق بس، فقرر انه يقدم استقالته ورفض التراجع عنها امام طلبات اعضاء المجلس. ليه بقى قرر القرار الغريب ده؟ علشان الحكاية ان مجلس اللوردات في ال5 دقائق اللي غاب فيها الوزير البريطاني ناقش سؤال موجه ليه، ولما جه متأخر اعتذر وقال لانه بيشعر بالعار لانه ما كانش موجود عشان يجاوب على السؤال. وغادر بيتس الجلسة على الرغم من طلبات اعضاء المجلس ليه بالعودة والتراجع عن استقالته لانه رفض واصر على الانصراف. الوزير البريطاني كان بيمثل في السابق دائرة اسمها لانجبورغ في مجلس العموم من سنة 1992 ل 1997، وكمان شغل منصب وكيل وزارة الدولة لشؤون الإعلام الجنائي في وزارة الداخلية، وتم تعيينه كمان في مايو 2015 وزير للدولة في وزارة الداخلية، واستقال في 2016 ومن منصبه كوزير للدولة برضه في سابقة تانية من أجل القيام بمسيرة لمسافة 2000 ميل من بيونس آيرس لريو جانيرو. المهم انه واضح انه ليه تاريخ طويل، يعني مش مجرد نائب لكن نائب خدم في مواقف وفي مجالات كتير مختلفة وفي مناصب مختلفة كمان سواء حكومية او غير حكومية. لكن يعني خلينا نقول ان المشهد ده يمكن احنا بنقرا الحركة كله لانه بيفكرنا بحاجة، يا ترى لو نائب مصري تأخر عن جلسة لمدة 5 دقائق في البرلمان هل هيكون مثلا شعوره نفس شعور بيتس او هل هيقدم مثلا على الاستقالة؟ لا بس انا هقول لك حاجه، ان هو يعني احنا ممكن نبقى شايفين ان هو عشان اتاخر 5 دقائق يبقى هو مقفورها قوي، لان في وظايف احنا عارفين التاخير 5 دقائق فيها تبقى نو واي، زي شغلانتنا مثلا مذيع نو واي ولا دقيقه، دكتور مثلا، لكن في المجلس 5 دقائق مش حاجه جامده قوي. لكن هو اصلا اتكسف عشان جمدة. كان السؤال موجه ليه وهو ما كانش موجود، مش حاجه جامده ده عندنا احنا لكن مش عندهم هما، لان الثقافه تختلف كثيرا. والله العظيم اي كلام احنا اللي بنروج الكلام ده، احنا رحنا بريطانيا ورحنا امريكا ورحنا كل حته بيتاخروا زينا على فكره، وعندهم زحمه زينا وعندهم رش اول زينا وكل حاجه زينا عادي جدا يعني. بس هو هم بيصدقوا هنا واحنا يعني أيوة، بس رئيس مجلس النواب عندنا كان انت عارفه فاكره كنا قلنا في الحلقه ايه يا حسام ان احنا هنا عملنا لهم بصمه علشان يجوا، فحصل ان رئيس المجلس بالظبط بعد 25 دقيقه الراجل كان بيفتتح الجلسه وبيبتدي يكلم مع الناس ما لقوهمش موجودين، دي كارثه. وفي شكوى دائمه كمان من فكره غياب النواب عن كتير من الجلسات، وكان دكتور عبد العال برضو حذرهم اكثر من مره انه النواب ما بيجوش بالظبط، ده اتاخر 5 دقائق قدم استقالته. على اي حال اهو مشهد يحتاج للتامل، نبص ونشوف موقعنا فين ايضا ومسؤوليتنا الاخلاقيه والاجتماعيه والسياسيه فين برضو من دول العالم.